في آية في القرآن الكريم في سورة الحديد بتلخص 4 مراحل بيضيع بعدها الإنسان: ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله. المرحلة الأولى فتنتم أنفسكم، هنا الإنسان بيحط نفسه في موضع الفتنة. الفتنة ممكن تكون فلوس حرام أو علاقة حرام أو نظرة حرام أو ظلم للناس. اوعى تأمن على نفسك من الفتنة وتفكر ان انت قوي وهتتعرض للفتنة ومش هتفتن مهما كنت قوي. وده اللي قاله الله عز وجل في القرآن الكريم عن الزنا، قال ولا تقربوا الزنا. معنى ولا تقربوا الزنا مش خالص لا ترتكبوا فعل الزنا، ولكن ما تقربش أصلا من أي فعل ممكن يؤدي لإنك ممكن تقع في فتنة الزنا. المرحلة الثانية وتربصتم، يعني قمت بتأخير وتأجيل الخروج من الفتنة. هنا بقى لو انت وقعت خلاص في مرحلة الفتنة او تعرضت للفتنة، ما تكونش عارف ان انت في موضع فتنة وتستمر في تعريض نفسك للفتنة دي. ممكن تضايق جدا من ريحة السجاير لو حد بيدخن جنبك لأول مرة، لكن لو في حد مدخن دائم معاك في البيت هتتعود وتبقى ريحة السجاير دي ريحة طبيعية. وهي دي فتربصتم، ان الانسان يأخر الخروج من الفتنة ويطول في القعدة فيها لحد ما تبقى شيء طبيعي. وهنا نيجي المرحلة الثالثة وارتبتم. لما الفتنة بتبقى شيء طبيعي بتاخد من الإنسان تدريجيا إيمانه ويبدأ يتشكك في دينه، اللي هو طالما كده كده ضايع يبقى مش هتفرق بقى لما أسيب الإيمان كله يضيع، اللي هو مادام أنا كده كده مش بصلي يبقى أعمل اللي أنا عايزه بقى، أزني وارتكب المحرمات وأسمع أغاني ومفيش مشكلة في كده. وهنا بنيجي للمرحلة الرابعة وغرتكم الأماني. الإنسان هنا بيفقد حاجتين مهمين جدا، تعلقه بالجنة وما عند الله من ثواب، وكمان الخوف من النار. كل اللي فارق معاه الدنيا ومتاع الدنيا والفتن اللي بقت قدامه اللي هي الاماني. كل اللي بيكون موجود في قلبه هو الدنيا، والاخرة ملهاش اي نصيب من قلبه. طيب هيفضل الانسان تايه في المراحل الاربعة لحد امتى؟ تكملة الاية بتقول حتى جاء امر الله اللي هو الموت. والاية اللي بعدها فيها وعيد شديد جدا للي جاي بعد كده. ليه ربنا بيقول لنا بالمراحل الأربعة دي؟ عشان الإنسان ينتبه، عشان يتجنب أن يقول أنا جامد ومش هقع في الفتنة، أو أنا عارف نفسي وقعت بس هطلع منها في المستقبل إن شاء الله، خليني بس شوية كده. الآية اللي بعدها آية الوعيد فيها نداء رائع من رب العالمين لأي إنسان مننا في أي مرحلة من المراحل الأربعة عشان يرجع تاني ليجد رب رحيم ودود بيفرح بتوبة عبده. الآية الكريمة بتقول ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله. يعني ربنا عايز يقول لك هو ما جاش بقى وقت التوبة؟